وشوشة. يعني بصي ممكن المؤلف تتكلمي معاه مثلا في غير الجملة مش مريحاكي، معنى انت مش وصل لك عايزة تقوليها باحساس تاني فبتتكلمي معاه، انما انك تمسكي كلام السكريبت وتمسكي الراجل تعب فيه بشغله وشقاه وقعد سهر الليالي على اللابتوب يكتب ويعيد ويزيد ويقطع ايه ده مش صح. انا ما اتعلمتهاش كده، او احنا ما انا ما اعرفش يعني، انا ابويا علمني حاجه ثانيه. انا كنت اشوف ابويا ده يمسك السكريبت ربنا يديله الصحه ويكتب جنب السكريبت كم كومنتس ملهاش علاقه بالورق، دي حاجات بيعملها لنفسه هيقول الجمله دي ازاي، لكن ما بيغيرش الجمله. هيعملها ازاي؟ هيفكر فيها ازاي؟ احساسه ازاي؟ النقلات اللي في المشهد ده شكلها ايه؟ كان بيعمل لنفسه هو كده كان اليمين بتاعه ده كله كلام، هو يا ربي بيعمل ايه؟ ما اعرفش، لكن عمري ما شفته مثلا مشطب على جمل او يمسك بيحترم الكلمه اللي المكتوبه. فكان يروح لو في حاجه مش مريحه او مشهد مش شايف انه بتاع او شايف انه رغي او مش ضايف حاجه ممكن يتكلم مع المؤلف، لكن فكره ان انت تبوظي شغل المؤلف وتقعدي تشطبي الكلام اللي هو قال، انا ضد ده خالص. يعني انا كده بعمل شغل مش شغلي، فاهمه قصدي ازاي؟ عيب، هو العيب ساعتها بيبقى من المنتج والمخرج اللي سامهم يعملوا كده، والمؤلف اللي سمح ان ورقه يتلعب بيه كده، لكن هو ده لا يليق ولا اداب المهنه تسمح بده ابدا ابدا، ما يصحش لا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.